أهلا والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مصر بتنضف، الرئيس يحارب الفساد. تواصل العملية الشاملة، حق الشهيد للقضاء على الإرهاب. خروف العيد بالتقسيط. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر بتفرح بمواجهة الفساد، فقد تصدر هاشتاج الرئيس يحارب الفساد ومصر بتنضف قائمة الأكثر تداولا بين الهاشتاجات لليوم الثاني على التوالي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، واحتل هاشتاج الرئيس يحارب الفساد المرتبة الثانية في القائمة. وجاءت جميع التعليقات عبر الهاشتاج مؤيدة ومرحبة بقرار القبض على وزير الزراعة المستقيل في قضية فساد كبرى، قائلين إن أول مرة في تاريخ مصر تتم محاسبة وزير في قضايا فساد، مضيفين عبر الهاشتاج: احنا معاك يا ريس للقضاء على الفساد، امامك حرب مع الفاسدين والمرتشين والطابور الخامس والخونة، ربنا يساعدك. تواصل قواتنا المسلحة العملية الشاملة حق الشهيد للقضاء على العناصر الإرهابية بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش في شمال سيناء. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت في بيان لها عن مداهمة عناصر من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة البؤر الإرهابية، وأسفرت النتائج الأولية عن قتل 29 عنصر إرهابي وتدمير المناطق التي تتمركز بها هذه العناصر وعدد من العربات والأدوات التي يستخدمها الإرهابيون. وقال البيان: طهرت العناصر المتخصصة من قواتكم المسلحة المواقع والمنشآت والطرق الرئيسية من العبوات الناسفة، وخلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات، ما أسفر عن استشهاد ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين. 35 سفينة تعبر قناة السويس بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن من بينها 19 سفينة بالمجرى الجديد للقناة. فقد أعلن طارق حسنين المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هي سفينة الغاز الطبيعي المسال العملاقة التي ترفع علم جزر مارشال بحمولة 166 ألف طن. أما أكبر سفينة عبرت القناة الجديدة من الجنوب هي سفينة الحاويات البنمية وحمولتها 146 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال. خروف العيد بالتقسيط. فقد قال المهندس محمد صدقي رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إن من يرغب في الحصول على خروف العيد سيتوجه إلى فروع الشركة وسيقوم باختيار نوع الخروف، لافتا إلى أن الشركة تقوم بالتنسيق مع كل من مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان وبنك الطعام بشأن توفير صقوق الأضحية للمواطنين بسعر 1700 جنيه للصق الواحد. وبحسب خطة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية فإنه تم الاتفاق مع بنك مصر لتمويل الشركة لشراء الخراف وبيعها للمواطنين بالتقسيط، على أن يقوم بنك مصر باستلام قيمة الخروف على مدار 12 شهرا بنفس الثمن المعلن عنه. احذروا النصابين ولا تمنحوا أموالكم لأحد لتوظيفها. فقد نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية في ضبط صاحب شركة دعاية وإعلان استولى على 40 مليون جنيه من المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على توظيفها في مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة ربح شهرية متفق عليها، حيث انتظم في أعطائهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر ثم توقف وتهرب من رد أصول المبالغ إليهم. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.